عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم، قناة شفاف شكو إبراهيم التي هي منكم وإليكم. اليوم بعون الله غادي نقدم لكم واحد كاسكروت ديال الدجاج إن شاء الله الرحمن الرحيم، غادي يجي ممتاز. والامتياز في هذا الكاسكروت أننا الخبز فاش غنديرو هذا الكاسكروت ديالنا هو اللي غادي يكون من مميز جدا جدا. الحشوة كتبقى من اختياركم، ديروا هذه الحشوه اللي غنوريكم ولا ديروا حشوه اخرى، ولكن انا كنفضل انكم ديروا هذه الوصفه كامله متكامله وتجربوها وتردوا علينا الاخبار ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانها وصفه رائعه جدا. مرحبا بكم. المقادير ديالنا هما كالتالي: عندنا 200 غرام ديال، عندنا واحد 200 غرام حليب بودره، واحد 800 غرام ديال الدقيق، واحد 4 البيضات، واحد 120 غرام ديال الزيت او 120 سنتيلتر ديال الزيت، مليلتر ديال الزيت، 30 غرام 30 غرام ديال الملحه، يعني تقريبا 25 غرام 30 غرام، واحد شويه ديال الملحه. عندنا واحد 30 غرام ديال الخميره، وعندنا السكر تقريبا، عندنا 80 غرام ديال السنيده. هادو هما المقادير ديالنا. بالنسبه للحشوه ديالنا هي كالتالي: عندنا واحد جوج جزرات مبشورين، واحد جوج بصلات مبشورين، واحد شويه ديال الفلفله الحاره، ما غاديش نديرها كامله، غادي نقطع منها واحد لي طرونش، هو طرونشات صغيورين رقاق هما اللي غندير. عندي هنا الكمون، التحميره، الملحه، وعندي البزار، وعندي السكنجبير. هادو هما العطريه اللي غادي ندير. اللحم ديالي ها هو ديال الدجاج، الدجاج طيبته ها هو لاصوص فاش طاب، يعني طيب مزيان، خصو يطيب مزيان. هاد لاصوص هي فاش غادي نقلي ان شاء الله هاد جوج ديال الخضر اللي غادي نضيف لهاد الدجاج ديالي، وغادي نعمرهم في الخبزات ديالي، عاد نطيبهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا. غادي نصوبوا العجين ديالنا اولا وقبل كل شيء. غادي ناخذوا العجين ديالنا، نديروا الفرص ونديروا الحليب ونديروا الملحه، السنيده، نديروا الملحه ونديروا البيض، الزيت، يعني دائما كما القاعده الخميره كنخليها حتى الاخير باش تخمر تعطيني نتائج مزيانه ان شاء الله. كنشعلوا لاماشين ديالنا، والماء على حسب الطلب، والماء خصو يكون شويه دافي هكا. غادي ندير غير شويه الماء، مرحبا. هنا كنديروا الحليب غبره ديالنا، اللي ما بغاش يدير الحليب غبره يقدر يدير حليب ماء، غادي يقدر يدير داك الحليب ديال الماء، واني انا كنفضل الحليب الغبره باش يعطيني واحد الخبز من اجود ما يكون. اللي ما بغاش يدير الحليب الغبره يدير الحليب ديال الماء، وما يديرش الماء، ينقص من الماء شويه. مرحبا. غنضيفوا الخميره ديالنا، العجينه ديالنا ها هو موجود، غادي كنقليه ويتعجن مزيان حتى كيجي كيتجبد. انا قلت لكم اللي ما بغاش يدير الحليب ديال الغبره ما يديروش، واني انا كنفضل
هذا الحليب الغبره، لان شوفوا اللون ديال العجين ديالي كي داير، اللون ديالو يعني هذا الحليب كيعطيه واحد النصوعه وكيعطيه واحد الرطوبيه عجيبه. يعني غادي ناخذ العجين ديالنا كامل، غادي نحاولوا نزيدوا ليه شويه بيدينا، نعجنوا شويه بيدينا باش نحيدوا داك القاع اللي هانتوما شفتوا. العجين ديالنا كيجي تبارك الله كيجي رائع رائع جدا. هاد العجين ديالنا غادي نغطيه ونخليوه حتى يتضاعف الحجم ديالو، غادي نردو الباسينه ديالي بحال هكا، نرشها بشويه ديال الفورص، نحطيها على العجين ونخليها ونخلي العجين ديالي تضاعف ان شاء الله. كندير هذوك الزيت فاش صوب الدجاج ديالي، كندير فيه هاد والفلفله، درت شويه واحد نص فلفله حاره مع البصل ودرتها في هذا الزيت. غادي نضيف ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم العطريه، هنا غادي نخلي البصل ديالي مزيان، البصل ديالي ها هو، كنضيف ليه الجزر، كنضيف ليها الدجاج، الدجاج راه ديجا طايب، غير غادي نخلطوه مع هذا الخليط، وكنطفيو عليه باش نعمرو به. صافي كنطفيو عليه، هنا كندير شويه ديال الزيت اليديه هو باش كنقطع هاد العجين ديالي، غير شويه ليديكم بحال هكا، كدهنوا يديكم كتقطعوا كريات حجم صغير ماشي حجم بزاف، ماشي تكونش كبيره. كنسرح العجين ديالي، كنجيب واحد الزليفه بحال هذه صغيره باش نعطيهم واحد الفورمه جيده جدا، يعني يجيوني مقادين ويجيوني زوينين، وتجي العماره حتى هي بحال بحال، يعني تجيني فيهم العماره مزيانه لداخل، ما يجيونيش خويين ويجي كلشي مقاد، حتى العماره كتجي مقاده بحال الطريقه. كنجمعو بحال هكا الاطراف ديال العجين ديالي باش نسد هاد حشوة ديالي بحال هكا، ونورك عليها بحال هكا، كنورك عليها مزيان بحال هكا باش تسد مزيان، كنخويها هكا، كنجيبها للطاوة كنخويها بحال هكا، وكنجيب هاد الجبانية ديالي كنقد بها، هانتوما شتو
كتجيني مقاده مزيان، كيكونش فيها حتى شي تعويجه، و كتجيني رائعه بحال هكاك. كنستمر على هذه الطريقه، كنسرحوا العجينه ديالنا نفس الطريقه. كنجيبوا العجينه ديالنا كنديروها في الجبانيه، الجبانيه يمكن لكم تدهنوها بالزيت الا خفتوا تبدا تشد لكم ولا شي حاجه. كنجيبوا معلقه كبيره ديال الحشوه ديالنا، معلقه كبيره عامره مزيان، كنديروها في الوسط لان هاد الفطائر ديالنا بغيناهم يكونوا صغار ما يكونوش كبار بزاف، ويجيو عامرين، تجي الحشوه فيهم مزيان. كناخذوا هاد العجينه بحال هكا، كنبداو نجروا العجين ديالنا من الجهات الاخرين بحال هكا، تنجمعوه هكا 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 حتى باش تسد لينا الحشوه ديالنا لداخل. وكنوركو عليها نقدوها مزيان بحال هكا، كنقلعوها، كيمكن لي نقلعوها في يدينا بحال هكا ونحطوها في الطاوة بحال هكا. وهنا كنعاودو ليها نقادوها الا ما تقدتش لينا باش تجينا زوينه ان شاء الله على هذا الشكل. كان ها هما كنحطهم في واحد الفران، كندخلهم للفران، درتو في 30 درجة، نخليهم باش يخمروا على خاطرهم، حتى يخمروا مزيان عادي يمكن لينا نطيبهم ان شاء الله، عادي يمكن لينا نخرجوهم وندهنوهم وندخلوهم نطيبوهم. كندوريو هاد الفطائر ديالنا بعد ما خمروا مزيان، كنديرو لهم شوية د لادوري، شوية ديال كندهنوهم بالبيض، يعني هو لادوري دائما ملي كنقول لادوري يعني البيض، كندوريه بالبيض. وكنديرو ليهم شوية د الجنجلان من الفوق، شوية د الجنجلان من الفوق بحال هكا. في الوسط الفطائر ديالنا كندخلوهم للفران، كندير واحد الطاوله من التحت باش طيب من التحت، هذه كطيب شويه حتى هي، يعني في الفران ديال الضو ماشي مشكل. بالنسبه للفران ديال الغاز كنحطوا واحد الطاوله وحده، كنديروها هكا وكنشعلوا الغاز ديالنا من التحت شويه، كنخليوها حتى تبدا تحمر من الجناب، عاد كنشعلوا ليها من الفوق باش طيب لينا من الفوق ان شاء الله. ها هما طيبين، هذا هو الطياب اللي بغيت منهم. بان هادو هما الفطائر ديالنا، كيجيو لذاذ ورطبين، يعني واحد الرطوبيه عجيبه، وكيجيو جيدين جدا. حنا غادي نقطعو شي حبات، ها هما كيجيو لذاذ ورائعين، رائعين بمعنى الكلمه، يعني واحد الروعة بمكان انهم كيجيو من اروع ما يكون. هانتوما كتجي الحشوة ديالهم رائعة وكيجيو جيدين بإذن الله. نتمنى انكم تطبقوا هاد الوصفة كما وريتها لكم، راه كتجي رائعة، هاد الكريصات كيجيو رائعين. غديروهم، غديرو فيهم الحشوة اللي بغيتو، الا بغيتو الدجاج، بغيتو الحوت، بغيتو ديروهم بهاد الطريقة. العجينة هي المهمة، العجينة ديال هاد الفطاير مهمة لأنها كتجي رطبة بزاف، يعني واحد الرطوبية خيالية. هانتوما ما تصورش، ها خاويين خاويين، خاوية خاوية، كتجي خاوية من الوسط. هذا هو المهم، ونتمنى لكم أوقات طيبة معنا في القناة ديالنا، ومرحبا بكم دائما وأبدا في هذه القناة اللي كنحييكم منها دائما، وكنقدم لكم جديدنا كل يوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى منكم تشجيعات، تشجيعات يا إخوان، الانضمام للقناة، دعوا أصدقائكم وأحبابكم للانضمام إلى قناتنا، لأن قناة مفيدة للجميع، مفيدة للجميع بمعنى الكلمة، الإفادة فيها في كل حاجة. راه كنشوفوا التعليقات، وكنشوفوا الناس، وكنشوفوا اللي كيجربوا الوصفات، وكنشوفوا أن الناس سعداء بأنهم جربوا الوصفات ديالنا، أننا السعداء معنا بواحد العدد كبير ديال الناس. وكنتمنى لكم تشجعونا، وبالتشجيع ديالكم غادي يكون الاستمرار إن شاء الله، وغادي يكون العطاء والامتياز بإذن الله. هذا هو المطلوب منكم يا احبابنا، ونتمنى منكم اللي بغى يشجعني يشجعنا، اللي ما بغاش اش غنديروا ليه. اللي كيدير ديزلايك انا كنتعجب، اللي كيديروا ديزلايك
ما يكون غير حسد، او يعني بحال شي حاجه بحال هذا الشكل، لان ما كاينش الانسان واحد الحاجه علاش يدير ديزلايك. غندير ديزلايك لواحد الحاجه ما مزياناش، غندير ديزلايك لواحد الحاجه شفتها ما عجبتنيش. اما الانسان يدخل مازال ما كيتفرجش في فيديو يدير ديزلايك. عجيب 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 عجيب. نتمنى لكم اوقات طيبه معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.